ألمانيا تعتمد رسميا على قانون منح الجنسية بداية من هذا الأسبوع. بعد طول انتظار وبعد ترقب دامس لسنوات، ستشرع ألمانيا رسميا في اعتماد قانون يتعلق بتجنيس المهاجرين الذين أمضوا فترة معينة فوق أراضيها من خلال حزمة من الشروط والإجراءات المطلوبة. وفي هذا الصدد سيدخل قانون الجنسية الجديد الذي أقرته سلطات ألمانيا، والذي يتضمن عددا من الإصلاحات القانونية الخاصة بالمهاجرين حيز التنفيذ بداية من يوم الخميس من هذا الأسبوع. وسيسمح قانون الجنسية الجديد في ألمانيا بتجنيس العديد من المهاجرين في هذا البلد الأوروبي، ومن ضمنهم المهاجرين المغاربة الذين يتواجدون بكثرة فوق التراب الألماني.